اليوم بنيتشر بدنا نجاوب على اسئلتكم مشاهدينا. صار معي مارك بيروتي. صباح الخير مارك. هاي ستيف. مبسوطين كثير يعني الحلقات اللي عم نعملهم كرمال المشاهدين لانه عندهم كثير اسئله وما عم بيقدروا يلاقوا جواب، عم يلاقوا جواب معك. كمان ناطرين اتصالاتكم على 0444444 اذا عندكم اي سؤال تطرحوه على مارك، وكمان الاسئله ديجا طرحينهم. مزبوط. وفي كمان كثير حلو انه عم بيجينا كم سؤال كمان على الفيسبوك بيج، لانه نعم. لما بنشوف الصوره بساعدنا كثير يعني. صح. رح نجاوب عن كذا سؤال. رح بلش انا. هلا استفدت هذا السؤال، اجانا على فيسبوك على البيج تبع ام تي في الايف عن هذا البالميه يلي عم نشوفها قدامنا. السؤال هو كيف نسقيها؟ رح استفيد جواب على البالميه اجمالا اللي بيكونوا اندور بلانتس فرد مره لانه كثير بيسالونا عنهم. نرجع كمان بنجاوب على سؤال ثاني على فيسبوك، نرجع كمان على اتصالات اجت هذيك المره. نعم. سو هيدا البالميه اجمالا هو البالميه اللي بالبيوت يعني اسمهم بيكون او اريكا او حتى عندنا كانتيا، كل البالميه اللي بيعيشوا بالبيوت يعني هول كثير بيسالوا عنهم لانه هن كثير حلوين، واذا اعتنينا فيهم اوقات غلط كثير بنفقس فيهم. فالفكره لازم نعرف كم شغله، انه مثل ما دائما بنقول السقايه تبعهم حسب وين حاطينهم، يعني اذا كنا حاطينهم مثلا نحن بالبيت جوا في اي سي شيء، اذا عم نسقي صيف او شتاء كمان، او اذا حاطينهم شويه برا وبتجي شمس اكثر. هلا اذا كان محطوط جوا كيف لازم نعمل؟ لازم تقريبا يعني ما نسقي كثير، يعني لازم نعرف شغله انه اذا بنسقيهم كل يوم او نسقي كثير بنأذيها اكثر، بينما اذا عطشناها وصرنا نعرف كيف بتحب تنسقى احسن يعني. نعم. مثلا انا اذا كان عندي مثل هذا البالميه ببيتي بسقيه، واذا محطوط لنقول شيء مطرح يعني بيجي عليه ضوء بس مش بالشمس كومبليتلي، بسقيه مره تقريبا كل شيء 10 ايام مش اكثر، ولما بدي ارجع اسقيه مره ثانيه بدي احط ايدي انتبه انه عمليا انه نشف شوي. يعني بحب الرطوبه اكثر من كثير المي. صح. وشو بيصير كمان بهالفتره لما بصير بنشوف انه بيتعبوا بصير يصفروا اوقات التب تبع الورق من هيك من على ترويف، يعني لازم ننتبه على شغله انه هول معودين يعيشوا بفوريت تروبيكال مطرح ما في كثير رطوبه مثل ما عم بتقولي، فما بضر ابدا انه من وقت لوقت نرش عليه مي على اوراقه، هذا كثير بساعده كمان لهالبالميه. شغله كمان نعملها انه نحن كثير منا بننسى انه نحن هول نباتات معودين على الهواء، ونحن ببيوتنا اوقات بس في اي سي وما بنفتح، فكثير مهم نفتح يعني اذا مثلا نفتح نهوى البيت نهوى ويفوت هواء عليهم، يعني بحبوا كثير كمان يحسوا بالهواء هول النباتات يعني، وما ننسى انه نحط وراقهم كثيروا مثل الشعراء. كثير بحبوا هذه الشغله يعني، وما ننسى الكيماوي، يعني نحن كثير اوقات بننسى انه هول كمان بلانت بدهم ياكلوا، فاذا كان عندهم كثير وراق فيتامينز. صح، لانه اذا عندهم وما عندهم كثير شلوش يعني كمان بدهم بيتعبوا يعني، فالكيماوي بدهم اكيليبر. صح. والكيماوي هون لهول النباتات يكون عالي بالازوت، يعني بنجيب كيماوي للنباتات الخضراء، واذا هول كمان البالميه كثير طبيعي من وقت لوقت يصفر منهم الوراق، سو ما يعتلهم يعني الورقه حتى في وحده بتموت كومبليتلي نقصها من تحت بيطلع محلها، يعني هول الاشياء ننتبه لهم كثير. يعني اذا بدنا نختصرها كثير مهم ننتبه انه ما كثير نعطيهم مي بالوقت، يعني ننتبه انه بحبوا الرطوبه، والاحسن يعني الواحد بده يقتل النبته تبعه بيسقيها كثير، اذا سقيها اقل وعرف كيف تنسقها احسن يعني اكيد. داكو. في عنا اتصال رح ناخده سوا. الو 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 انقطع. في اتصال ثاني. الو الو بونجور. بونجور. مين معي؟ انا معك نوال. اهلين نوال، تفضلي. أنا بدي أسأل، أنا على ارتفاع 900 متر وعندي أرزة إلى 4 سنين مزروعة بالأرض، يعني صارت شي متر، بس هلأ عم تعمل طرف الغصن تبعها هودي الأبر عم يبلشوا يبسوا طرف الغصن عم يبلش يبس، وبدي أعرف كيف بدي أعتني فيها، يعني السقاية كيف بدها تكون؟ أوكي، خليكي معنا بس أسألك سؤالين. خليكي معنا نوال. الأرزة مزروعة شي على مطرح في جازون مثلاً؟ لا ما في جازون. ببو ولا بالأرض؟ جنينة أرضة بيضة وفي شجر تفاح ثمار يعني وأرزة معهم. اوكي. على الطرف. اوكي، هلا انا ماني شايف الارزه اللي عم نحكي عنها، بس رح اقول لك شو اللي بيصير عاده، وما لازم نخاف اذا شويه وراق عم يبسوا، كثير طبيعي يصير هيك. هلا اجمالا الارز وخاصه لما نحن نزرع ونصير نسقي، يعني تنقول شغله للمشاهدين انه الارز هو معود يعيش بالطبيعه، بلاقي كثير مشاكل لما نصير نحن عم نزرع ونسقي، فهول في سببين يعني اجمالا بيصيروا، في مرض فطري بيجي على الارض بس ما في اقول لك اذا ما شفتها، هيدا المرض فطري اذا شفته هالاسوء البنه يعني عم بيكثر كثير بدنا ننتبه اذا يكون
عنده هذا المرض فتره، ساعتها بنجيب دواء رح اقوله جربي اي دي اسمه فوس ايتيل الومنيوم، هيدا الدواء بيعالج الامراض الفطريه اللي بتكون اكيد بتجي على الارز. في سبب ثاني، حشرات بتجي على الارز كمان، بس كمان اذا ما شفتهم ما في اقول لك، بس اجمالا ما لازم نخاف. يعني الارز هي نبته قويه، بننتبه على شغله كثير بنعملها غلط ببيوتنا، لما بنجيب ارز بنحط لهم كيماوي غلط. الارز بحب او سماد عضوي او كيماوي كثير لو ريليز، يعني سلو ريليز، اذا جبنا كيماوي مثل يلي بنحطه الشتل بيحترقوا كمان بسرعه. يعني هول الاغلاط لازم ننتبه لهم، بس لازم نعرف انه الارز هي نبته ما بتحب المي، يعني ما لنا معوده انه تنسق، او خاصه بالشرب، عشان انه بتعرفي بالطبيعه مثل هلا نحن ما حدا بيسال ارزات، فلما بينسق بصير تتعب وتعمل مشاكل. اجمالا قد ما فينا نخفف سقايتها بيكون احسن. يعني مشان هيك لريت كان عندنا صوره نعرف شو في مزروعه وليا ونشوف المرض شو هو. بس اجمالا ما بيموت كثير الارز بسرعه، هول سيمتومات يعني بتصير ما لازم نتلهمون. يعني اجمالا هيك منتابع. كمان بدي كنت اجاوب على سؤال اجانا على فيسبوك عن الجازو، كان عم بيسال مشاهد عن الجازو، اي متى احسن شيء نزرعه. هلا دائما لما يسال هذا السؤال بدنا نميز بين شغلتين، اذا نحن عم نزرع بذر او عم نجيب تابي. اذا عم نجيب تابي اجمالا كل السنه فيها نزرع، يعني لانه عم تجي نبته، اكيد عم تجي كنبته وعم تنحط، يعني اذا بسقيها في ازرع كل السنه. هلا اكيد في فترات محبذه اكثر من فترات، بس انه اجمالا التابي فيها نزرع دائما. هلا البذر المشكل هو خاصه اذا كنا على الجبل وحتى كمان على الساحل، بين تقريبا يعني بين تموز واب ما بيسوى نزرعهم، لانه الحراره الكثير عاليه بتخلي اوقات انه البذر ما يفرخ، وكمان بيصير بدهم اكثر ماء. يعني عاده احسن شيء نزرع بذر جازو اذا كنا هو بين يعني افريل وبين جوان، كثير منيحه الفتره، او حتى بسبتمبر اكتوبر، بس الفتره اللي قبل يعني هي اجمالا احسن فتره. يعني لازم نميز اذا بذر او تابي. وحتى في ناس بيزرعوا الجازو شتل كمان فيه نزرعه كل السنه، بس ننتبه كثير على المي يعني بالجازو. في اتصال. الو الو، بونجور. بونجور، بدي احكي للاستاذ اللي عم بيحكي عن اسمه مارك. بليز. اسمه مارك، تفضلي. بدي اساله، عندي اوركيدي انا بعشقوت، لما طلعتها على الجبل عم بسقيها كل اسبوع، بس عم بحس ورقها عم تدبل. اوكي. يعني نحن بدي اعرف اكثر من اسبوع لازم اسقيها؟ لا اكيد لا. نحن كنا جاوبنا كثير على الاوركيدي قبل، يعني ما فينا كثير نرجع نفوت بالاوركيدي قد ما فينا بسرعه. التغيير اوقات المناخ من لشتله كمان بيعمل لها ستريس اكيد، حسب ايه هيك بصير، مش مزح. يعني حتى اوقات بزيت البيت لما نغير لها الاوركيدي بتكون عايشه صار لها سنه مطرح ومنغيرها بصير هيك. هلا انا ماني شايف الاوركيدي اللي عم نحكي عنها، بس اجمالا مره بالجمعه كثير منيح. يعني الاوركيدي مش اكيد مش المشكل هو المي، يعني بركي حكينا نحن قبل انه الاوركيدي كثير مهم انه ما يضل في مي بالبو من تحت لها. يعني الورق لما يتعبوا ويصيروا شوي عم يبسوا اجمالا بيكون، او حطيتها بمطرح صار في اكثر شمس. بدنا نسالها كيف عم تسقيها. مزبوط، يعني طريقه ال والشمس كمان شمس. يعني اذا كانت معود الاوركيدي على مطرح شوي انه بقلب البيت وحطيتها شوي اكثر في شمس، اوقات بيطلعون لبرا بيتغير، يعني هذا الشيء كثير بياثر. بس ما رح فينا نجاوب هلا بتفاصيل لانه جاوبنا كثير عن الاوركيدي قبل. يعني بس اجمالا يعني لازم مثل ما عم نحكي يعني دائما انه الاوركيدي ننتبه انه نخلق لها جو رطب، بس مش مي، يعني ما بتحب المي، هيدي نبته ما بتحب المي. وحكينا قبل نتطلع على البو نعرف اذا الشلش اخضر او ابيض، ما بعرف اذا حضرتنا قبل تشوف، بس انه لانه حكينا كثير عن الاوركيدي نرجع اذا الشلش اخضر ما بدهم سقايه، واذا الشلش عم بيصير لونه ابيض صار بدهم مي. صح. رح كمل انا بكمان، انا استفدت ستيفاني انه انت ما كنت معي هذيك الحلقه وفرجينا كل امراض العريش لانه سالونا عنهم كثير، بس كنت عم بحضرك لانه فرجينا كثير حشرات وهيك، ووصلنا لفتره انه كنا عم نحكي عن اللي عندنا عريش وبيكون عندنا امراض فطريه يعني على العريش. فكان نفرجي هالصور لانه هون رح نفرجي شيء كثير بيجي على العريش بلبنان. يعني اكثر مرض بيجي على العريش هو مرض اسمه بالعربي الرمد، في شيء اسمه باودري ميلديو او داوني ميلديو، انا ما رح فوت بهالتفاصيل بس نفرج الصور للمشاهدين. يعني لما بكون عندنا عريشه وتبلش هيك عندها هالورق هيك هالنقط البيض يلي بيجوا يلي بعدين بينتقلوا على العنقود مثل ما عم تشوفي، وبعدين بيهروا كل العنقود، يعني بتبلش ببودر بيضة هيك بعدين بتنتقل اكيد لكل العنقود. في كمان مرض فطري ثاني عم بعملهم شوي بسرعه يلي بنسميه بالعربي نحن العفن الرمادي او البوترايتس، كمان هيدا بيجي عفن كمان بخلي بالاخر العنقود يصير هيك. يعني
او هون كمان في ناس اوقات بيشوفوا هيدا العفن. مزبوط. اوكي مش لون الحبه حبه العنب ببلش يعني. هيك وبعدين بعدين لانه اوقات نحن بس نشوف هيك شيء بنفكر انه عم بيصيروا زبيب. إيه لا غير شيء هذا نحن هون عم نحكي كمان على الشجره بعدهم على العربيشي على الشتلي انا فهول هن امراض فطريه يعني او كان الرماد او كان البوتريتس في غيرهم هو امراض فطريه. الامراض الفطريه بتتعالج مش كيف بنعالج الحشرات. اذا بدك هلا بنرجع بنفسر كيف بنعالجهم. بسالون بدك ناخذ اتصال؟ ناخذ اتصال. الو 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 نعم الو بونجور بونجور تفضل بونجور كيفكم؟ بليز بقدر احكي مع مسيو مارك بليز؟ عم يسمعك تفضل. انا في عندي شتله ستيفيا يعني تعذبت كثير تقدرت حصلت عليها وانا جيبوا لي اياها من امريكا بقى هلا مشيت بشكل كثير منيح بالحراره كثير منيح حطيتها بحراره 20% عملت ريسيرش عنها بقى كانت هي شيء 15 سنتي هلا صارت شيء 40 سنتي علوها ومشيت بشكل عظيم جدا. السؤال انه انا اذا انا بدي كتر منها يعني بأي طريقة إذا قصيت منها وشكيتها بالأرض بتعيش وإلا إذا حطيتها مع تراب ببوت غير وعملت منها يعني أوكي تاني ما بعرف يعني رح نجاوبك في بده يعمل سكر بده يكترهم يكتر ستيفيا. اوكي منيح السؤال لانه في شغلتين هون مختلفين. اذا هلا هو زرع ستيفيا اذا خليها تطلع وتعمل زهور اجمالا بتصير تتعب شويه بس اذا عملت زهور بتعمل بعدين بذر بصير في كثير من البذر. دونك هيدا اول شغله. هلا الشيء الثاني اللي في يعمله لانه هيدا كثير يلي عنده حبق رح يعرف دغري عن شو عم نحكي. الحبق بيقولوا لنا تيكبروا الاوراق لازم دائما نحن نقرم الزهور تيكتروا الاوراق او يتكتروا وتكون قويه. هلا اذا صار هيك يعني انا محله ما بخليها تطلع بذر اللي بخليها انه هي عم تكبر اول بتبلش تعمل زهور بقرمهم لزهور بعدين بياخذ حيالة جزء منهم وفي كثيره شك يعني بالارض. دونك هي شو هلا انا اوقات الواحد في يعمل كمان مثل ما بيعملوا بالحبق بخلي ميله تطلع تعطي زهور تيطلع لهم بذر والميله الثانيه بيقدر يعملها شك بوتيراج. يعني الفكره انه الستيفيا كثير هينه تنعمل بوتيراج منا مشكل يعني بس ولما نحن بنزرع اوقات لما نعمل البذر تبعنا ما بتطلع مثل كيف كانت. يعني احسن شيء يعمله يقرم اذا بلشت تطلع زهور يقرمهم تتقوى اكثر. في شك منها اكيد والستيفيا حتى هلا فينا نحن صارت موجوده بالسوق اللبناني يعني ما يعطي الهم مش ضروري يجيبها من امريكا. في كثير محلات مشيت بلبنان عم تبيع ستيفيا كشتله يعني. سي بيان. بدي اخذ اخر اتصال لليوم يعني. الو انقطع الخط. في حدا ثاني؟ الو الو بونجور بونجور تفضلي. بليز بدي احكي عندي شجره زيتون. نعم حطيتها على التراس بس بدي اسال هلا هي كم مره بدها تقايه بالجمعه وعندي على الجذع عم يطلع مثل هيك كانه سمخ او شيء هيك على الجذع تبعها فهذا شيء نورمال او بها شيء شجره؟ قد ايه عمرها شجرتك ما هيك؟ انا جبتها جديد للشجره هي كبيره كبير بس مزروعة ببو يعني أو بالأرض؟ ببو كبير كتير. أوكي. هلأ هي وقت أجا الشوب أنا ما سقيتها فبس رحت تطلع عليها هي كانت عاملة هدول الصغار اللي بتصيروا زيتون. أوكي. صاروا يابسين وبعد لهلأ ما صاروا زيتون يعني بعدهم مطرحهم وصارت تهر شوي. اوكي هلا انا رح جرب وانا صراحة مش عارفة قد ايه بدي اسقيها يعني الناس بيقولوا لي مرة بشوف على اوكي هلا رح نجرب وصلتي عند الشخص المزبوط هلا رح نجرب نجاوبك بس اذا بدك تساعدينا تبعتي لنا صوره على الفيسبوك بيج تبع MTV Alive وبجاوبك نحن اليوم الخميس بجاوبك اكثر بالتفاصيل لانه في عده الزيتون هو شيء يعني كومبليكي نجاوب عليه عندنا وقت نجاوب ما فدي عندنا وقت اوكي فلما الزيتونه لما تكون اول شيء مزروعه ببو حسب هلا كبرت دجاج في مشكله مثلا اذا اوقات شلوشها بيكبروا بسرعه الزيتونه صح وبعدين
ما رح تكون يعني ببو اذا مش معمول دريناج كثير مزبوط. يعني اوقات بتكون جابت الزيتونه كلها محطوط بتراب احمر او ومن تحت مثلا المي ما عم تصرف منيح بتعمل ستريس من فوق. بعدين لما بنشتري زيتونه اجمالا بيكونوا قاصين الاوراق، فانا ما بعرف زيتونتها اذا عندها اوراق كثير او لا، وبعدين ما بنعرف الكماول اللي انحطت كل هالاشياء، يعني واحد بده ينتبه لها. المي كثير ما في الا كيف تسقي اذا ما بعرف ترابيتها، يعني اذا بالتراب بس احمر معناتها اذا سقيت بتروح كثير بالارض، بينما اذا حتى شويه على التراب حتى شويه تور مثلا من فوق بتساعد انه يضل في مي حدهم. يعني هلا اذا كنت ما اذا فهمت مزبوط عملت زهور وزهور كان لازم يعطوا زيتون ومعطيو عملوا قصص صغيره ويبسوا هولي صح، لانه مثل هلا اذا هي مزهره وبدها تعطي اكيد زيتون البلانت بتصير بستريس، ساعتها كان لازم تزيد لها سقايه، يعني هيدي كمان بتلعب دور. اذا والتقول شغله كثير مهمه كمان، قالت صمغ بس انا ما بعرف اذا صمغ لان ماني شايفها. لما بنشوف حيلا شجره مثمره عم تعمل صمغ هي الاكيفالون لما نحن نكون عم نعرق لما يكون عاملين حراره، يعني لما بتشوفوا النبته عم تعمل صمغ مريضه. الصمغ مش مرض، هو اول شيء بتعمله شتله لتقول انه انا مريضه عم بلش امرض، يعني هيدا اول ديفانس بتعملها الشتله، فاكيد في مرض. اول اشاره يعني اكيد في مرض عم بتكون. بس بالزيتون في كثير امراض يعني فيها تجي في، يعني اذا بتقدر المدام اتصلت فينا تبعت لنا صوره من التراب وصوره من حيالة ورقه من فوق مشان نشوف، لانه الزيتون بالورق تبعه بقلنا شو المرض يلي موجود، هيك فينا نجاوبها اكيد احسن. مرسي مارك، نرجع بنشوفك نهار الخميس رح نكون سوا، بركي كمان بنعمل حلقه بنجاوب اتصالات المشاهدين. رح اعطيكم انجريديان اليوم مشاهدينا. اليوم مع الشيف جاد رح نطبخ شوربه العدس والقريدس. يلزمكم قريدس، زيت زيتون، بصل، ثوم، كزبره، حبق، بندوره، ورق غار، عدس اخضر، مرقة سمك وشومار. كمان رح نعمل خبزة، يلزمكن حبق، كزبرة، ثوم، سيبولات، زنجبيل، زبدة، ملح، بهار أسود وخبز الباجيت.